وصلوا المدينة والخلق ضجوا بالحنين، وتلاقت بهالحال زينب وام الابني، صار المناشد والوديعة صفقة الجف، بس الزفير الصوت بايح والدمع جاف. بيها غدت ذيك ليتام تلوذ وتحف، يم البنين تصيح شوفي فجعة البيت، تقلها ما اقدر اسولف بالجرى لا تنشديني، قلبي موزع والسهر عامي عيوني، لا مال ضاعت والدهر خيب ظنوني، كلهم طبق راحة وشتل والتالي احسن. ما شاء الله، خوش تفاعل الليلة عندك، خوش توجه إلى كربلاء. أريد النساء والرجال بهالليلة لا يبخلوا، هذه أم البنين باب الحوائج، لن تبخل عليك، أنت قدم الحاجة بيقين وعقيدة. تعرف أم البنين بشنو أقسمت على زينب؟ زينب قالت لها ما أقدر أقول شيء أمها، المصيبة ألمت قلبي، أقسمت عليها بقسم عظيم. صح يا 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 تحق اللي تربيت بحجرها، أدري بعملة كربلة شايد أمرها، لكن ثلاث نشدات وضحي لخبرها، أدري على شرح المصايب ما تقدري. تعرف شنو هالأسئلة الثلاثة؟ والله ما تتحمل انت حسيني وما تتحمل، اسمع هالأسئلة الثلاثة. تقلها اريد انشدك فاز بالنوماس عباس، والله عباس، وخبرين جسم حسين بخيول العدندا. يقولوا اجت ام البنين يم اذن زينب. السؤال الثالث ما تريد احد يسمعه، هكذا يقول بعضهم، جاءت لاذن زينب، تقول لها زينب يقولون دخلت المجالس. تعرف شلون جاوبتها زينب؟ يقولوا صارت تصرخ زينب، أمه والحبل في عنقي. تقلها وانتي وانتي وقفت مكتفة بديوان الرجاس، بالحبل مربوقات وياك النساوي. قلها سمعي يا يمه والدمع كف انهماله، طيب الاصل ما ينحصى طيب افعاله، عطشان خاض الماي مهتم بزلاله، جود ملاه وكتب داله مدمع العه. يلا هذا ابو فاضل عندكم الان، يقول فيض من الشاطئ وبحر دم صير الطف، ابنك تلقاها وطوى صف على صف، طار نزنود وزاد عزمه والعلم راف، ولولا السهم وصل الخيمه بغير جفه. ما يصير ما يصير هالبيت ما نرفع أصوات نبيه. هذا السؤال الأول جاوبت عنه زينب. بعد السؤال الثاني، كلنا كلنا نساء ورجال، خلي الملائكة تسجل أصواتنا بهالليلة. تقل أون شاء يا غان قلت للشهيد شلون رضو، يما شلون رضو، دفنوا خوارجهم و
واخوي حسين خلوه يما خلوه نخيتهم وعناد بالخيل داسوا واللي جرى ما ينوصف غير التسمعي. بعد باقي السؤال الثالث هذا إلى الغيارة بعد سئلتها دخلت مجلس يزيد قلها يا أم البنين وقفت بديوان سفيان بيها عرفنا وانقلب ما تم الديوان قلها طبينا للمجلس وبيناس يما متجمعة ومن كل الأجناس يهود ونصارى وهي الأرجاس يما 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 ولما نرأوني مهبط الرأس يلا يلا بيت الدعاء أريد منك صرخة الختام تقل أو لما ينرأوني مهبط الرأس صاح ويا زينب وين عباس والله صاح ويا زينب وين